وسط مزرعتي المتواضعة يقف العم أحمد على بعد أمتار من الخطر هنا في مديرية لودر بمحافظة أبين، حيث أدى تهالك خطوط الضغط العالي إلى سقوطها داخل المزرعة، ما تسبب بحالة ذعر لدى الأسرة. وشوفوا يعني الضغط عالي، بيني وبينه إلا متر واحد بس، إذا شيء أمطار أو يعني خلال يعني ما أقدر شيء أقرب إلى المكان هذا. ليش؟ لأنه ضغط عالي، وصاحب العربية برضه لما يجي يعمل لي لم ينفذ يعني العمل، يقول يعني ضغط عالي بتعلقنا أنا والمكينة حقي. مع اشتداد حرارة فصل الصيف وتردي خدمة التيار الكهربائي، كان لكهرباء المنطقة الوسطى بمحافظة أبين نصيب من معاناة أهلها المستمرة، وهو ما يحول حياتهم إلى جحيم في ظل تجاهل السلطات المعنية، لا سيما والمؤسسة العامة للكهرباء تعزو ذلك إلى ضعف القدرة التوليدية للمحطة بسبب تهالك شبكتها وغياب الصيانة. بالنسبة للمعوقات نتكلم عنها بشكل عام، بالنسبة أول حاجة زيادة توليد، احنا محتاجين إلى 30 ميجا داخل المنطقة. ثاني حاجة الشبكة رديئة جدا جدا جدا، يعني الله يعزك الآن أغلب الأسلاك تصلح فيها أعمدة خشب أو من هذه الجزمات مشان تفصل من العشرات. ما حد أعطانا أسلاك، لا معنا أعمدة، لا معنا معولات، لا معنا أي مادة من مواد الشبكة. موجة سخط عارمة دفعت بالكثير من المواطنين إلى اتهام إدارة الكهرباء بالتقصير نتيجة عدم صيانة الخطوط الداخلية للشبكة، بالإضافة إلى الفساد المالي والإداري حد قولهم. وضع الكهرباء ازداد سوء ويحتاج إلى تحرك فوري وعاجل من قبل السلطات المحلية في مديريات المنطقة الوسطى لعمل معالجات. إما إذا استمر الوضع على ما هو عليه فلنقرأ على الكهرباء الفاتحة، وحينها لن يفيد التباكي على الأطلال. لم تنجح الحلول الجزئية مع معاناة كهرباء مديرية لودر المستمرة والتي تغذي 4 مديريات من محافظة أبين، إذ ظلت كل خطط السلطات المتعاقبة حبيسة الأدراج ومجرد وعود تخديرية، لا سيما في ظل تعرض المحطة لأضرار فادحة نتيجة الصراعات العسكرية المتوالية التي شهدتها المحافظة. ما بين تقصير إدارة الكهرباء وتقاعس الحكومة، يتجرع مواطنو المديريات الوسطى في أبين مرارة المعاناة منذ سنوات طويلة. محمد مهيم، قناة بلغيس، الجهة الشرقية من محافظة أبين.